السلام عليكم ورحمة الله. طلبة قسم هندسة تقنيات المضخات بكلية التقنية النسائية بجامعة فاتح الأقصى التقنية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم. اليوم الفيديو حول كيفية إعداد التقرير اللي مطالب به للامتحان النهائي، وهذا يعني الفيديو يخص طلاب كل المراحل تستفاد من عنده، لذلك ما حددت عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة، بس خليت قدام التقارير اللي طالبت بها طلاب المرحلة الثانية على مود يكون لهم في الدليل قبل لا يبدأ الامتحان النهائي، امتحان فاينل. تعرفون الوزارة خلت بالكتاب مالتها اللي يخص التقارير درجة 30% من الامتحان النهائي للتقرير، يعني إذا كان تقريرك معد بصورة سليمة وصحيحة خذت بيه درجة عالية راح تكون انت يعني خطيت خطوة كلش كبيرة، وحتى توصل مرحلة النجاح اذا ما كنت نجحت اصلا اذا كان السعي مالتك زين. بس انا خال قدامي مجموعة من التقارير اللي طالبت بيها زملائكم، ودا تشوفون يعني الدرجات مختلفة. طبعا مو شرط اللي راح اطالبكم بيه بامتحان الفاينل هو راح يكون مثل اللي طالبتكم بيه بالنسبة لمادة مقاومة المواد. الغرض انه اقول لكم التقرير شلون ينكتب، تقرير شلون ينكتب. راح اشوفكم مجموعة من التقارير اللي طلبوها زملائكم واعطيكم ملاحظات عليها على مود ما توقعون بنفس الخطأ اللي سووه، وبنفس الوقت اذا كان اكو طلاب يعني متخذين اجراءات جيدة لا تتخذون هذه الخطوات اللي راح تفيدكم. فمثلا ناخذ واحد من التقارير، نشوف اللي درجته قليلة جدا. مثلا هذا التقرير، وانا اركز على المطلوب ليش، لانه مهما يكون اللي تسويه جيد بس اذا كان ما مطلوب من عندك مو هو هذا اللي يريده منك التدريسي فما منه فائدة. اول شي تبدون، خلي نحكي على الواجهة، واجهة التقرير شلون تسويها. ماكو هيك تسوي واجهة بهالشكل، هاي تكتب اسمك فوق جوال كلية جوال مرحلة، غلط، هذا الشي خاطئ جدا. الشيء الصحيح اللي يسويه بأي تقرير مطالب به إن شاء الله بكل المواد اللي راح تجيك هو الآتي: تخلي شعار الجامعة وشعار الكلية على جهة اليسار بكل سهولة، دائرتين بشعار الجامعة وشعار الكلية، وموجود عندك بالإنترنت تقدر تنزلهن تخليه بجهة اليسار. وبجهة اليمين تخلي التسلسل الآتي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الفرات الأوسط التقنية، جواها الكلية التقنية المسيب، وقسمك اللي انت مثلا قسم تقنيات هندسة المضخات. بالهيدلاين الرئيسي او خلينا نقول الموضوع، تكتب الموضوع اللي انت مطالب به او اللي كلفك به التدريسي. شنو اللي مطالب به؟ تريد تكتبه باللغة العربية، تريد تكتبه باللغة الإنجليزية، أي تبعد أنت حر. فأول شيء هسه قلناها طبعا بدون بهرجة وألوان يعني مبالغ بيها، وبنفس الوقت مو بطريقة بحيث هسه إذا أشوفكم بعض الطلاب يعني كاتبة بالموبايل حتى ما كاتبة بالحاسبة، بحيث حتى يكون يعني بطريقة جيدة. يعني مثلا شوف هذا التقرير، واحدة من زميلاتكم يعني غلط مباشرة كاتب الموضوع وجايبة جوا شرح الاجهاد، ماكو هيك شيء، ما يصير، ماكو هيك تقرير. يعني انتم ما كاتبين تقارير سابقا، لازم اول صفحة اللي هي الصفحة التعريفية بها المعلومات، ممكن تكون بالعربي وبالانجليزي، يعني تكتب الوزارة والجامعة والكلية باللغة العربية، وباليسار تصير باللغة الانجليزية، وتشوف بالوسط وتخلي مثلا الشعار مال الجامعة والكلية او بس شعار الكلية مو مشكلة، والعنوان يكون بالوسط.
العنوان يكون بالوسط، بعدين تكتب اسمك، وإذا مشرف أحد الأساتذة عليك بهذا البحث مثلا، أنت بيا مرحلة كتبته. مرحلة ثانية الأستاذ اللي مشرف عليك، خلينا نشوف هسه مثلا علي فؤاد كان عنده أعلى درجة لكتابة التقرير لعدة نقاط، راح أقول لكم هسه ليش. بس هنا علي متخذ الإجراء الصحيح، كاتب خالي هنا الشعار مال الجامعة، ويفضل طبعا صفة شعار الكلية، وهنا كاتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الفرات الأوسط التقنية الكلية والقسم. بعدين تنزل لي جوا كاتب، محتاج تكتب تقرير عن، تكتب فقط الموضوع اللي انت مكلف بيها، شنو تكتبه، لا يحتاج تكتب تقرير عن ولا بحث عن ولا دراسة عن، لا بس اكتب هو البحث هذا هو، وتكتب اعداد منه، اعداد الطالب. بالمناسبة احنا يعني تم الاتفاق بالنسبة للامتحان النهائي ان يكون التقرير لطالب واحد فقط، يعني هو الطالب يكون مسؤول عن تقريره وعن درجته، فكل طالب يكون مسؤول عن الموضوع مالته. اعداد الطالب الفلاني باشراف الاستاذ الفلاني، السنة الدراسية تكتبها جوا، مثلا السنة الدراسية 2019 2020، هذا اللي يكون محتويات الصفحة الأولى. محتويات الصفحة الثانية، شوفوا هسه زميلكم مرتبة بصورة يعني بحث مرتب، كاتب المحتويات مال البحث مالته بالنسبة للصفحة، الصفحة الأولى الواجهة، الصفحة الثانية المحتويات، الصفحة الثالثة المقدمة، الصفحة الرابعة منطبعة يعني بادي بالموضوع مالته ومنتهي بالمراجع. هسه أنا ليش انطيته أعلى درجة؟ أولا هيكلية الكتابة مالت التقرير مالته الصحيحة، الهيكلية هي الصحيحة، لأنه هو سوى واجهة كتب بها المعلومات المطلوب منه، لا زايد لا ناقص، بدون أي بهرجة إضافية ولا بدون نقص، يعني تقدر تسوي في التحديد أو إطار للصفحات لا أكثر. هنا يعني كان من المفروض أنه يرتب هذا يعني ترتيب بسيط، بس إما كلهم يسويهن ذني بخطوط أو يخليها بدون خطوط، وشارح الموضوع مالته. وطبعا الموضوع مطلوب ليش؟ لان هو حكى على اوعية الضغط اللي اني طالب موضوع يكون من مواضيع اللي احنا درسناها وفي الواقع، وفي الواقع يعني مو حالة نظرية. خلي نشوف، كتب هسه هنا مقدمة عن الموضوع، شرح عليها، ربط الموضوع بالمصادر اللي هي ازمي امريكان ستاندرد فور ميكانيكال انجينيرينج، يعني جابها من مصادر هذا الكلام، تمام، مطالب انه يكون الشيء مالتك اللي دا تكتب التقرير هو من نفسك، لا، انت الموضوع هو موجود ولكن الكتابة ترتبها بالصورة الملائمة. الشيء اللي تجيبه من المصادر، انتبهوا، اللي تجيبه من المصادر، من الانترنت، من البحوث الخارجية، تجيبه مو تنقله كوبي بيست مباشرة، لا، تسوي له ريفرايزنج يسموه، او اعادة كتابة نفس المعنى اللي مطلوب، بس تكتبه بالمنطوق مالتك على مود ما تصير بلاجرازم، او يسموها السرقة علمية. فانت بعد ما تجيب المحتوى هذا، خلينا نقول الفكرة اللي جبتها من المصدر، تكتبها بالطريقة مالتك، وبعدين تخلي بالنهاية هلاليا وتكتب بيه المصدر اللي انت جايبه منه. طبعا بالنهاية مو راح يصير عندك مثلا 4 5 7 10 مصادر، كل رقم من تخلي رقم واحد، من نرجع للمصادر بالأخير ألقى رقم واحد التفاصيل مال المصدر، والمصدر إلى 4 تفاصيل أساسية، أولا اسم المصدر، ثانيا اسم الباحث مال اللي سوى هذا المصدر، المؤلف إذا بالنسبة للكتاب، وثالثا السنة اللي نشر بيها، ورابعا دار النشر أو مكان النشر أو بلد النشر، وهاي تلقاها أنت من تجيب المصدر تلقاها موجودة، بس الترتيب هيك لازم يكون. فتشوفون زميلكم رقم التقرير مالته، ولو اكو فد يعني مجموعة اخطاء، هاي فراغات هواية، يعني انت من تشوف انه البحث مالتك
ما صارت عدد الصفحات مالته يعني خلينا نقول كافية أو قليلة كلش، مو معناها إنه تسوي هذا تكبر الخط كلش أو تخلي فراغات بحيث تخربط الشكل مال التقرير مالتك. أوكي خليه يصير 7 صفحات 6 صفحات 8 صفحات بس مكتوب بصورة صحيحة. حتى نتفق خط الكتابة الحجم مالته هو 14 والنوع مالته نيو تايمز رومان، هذا اللي موجود بالوورد. فزميلكم تعرض للمشكلة، بدأ بالمقدمة مالتها وصنف، أخذ التصنيفات لهذه الأوعية ويعني اتعمق بالموضوع، أخذ المخاطر، أخذ الأنواع، أخذ الاستخدامات. زين مثل شوفوا هذه اللي دا أقول لكم عليها، يعني أمثلة أخذ من الواقع وبعدين ربطها بالموضوع مالتنا. هذا هو الموضوع مالتنا بكل بساطة، لا تتذكرون اللي هو البرشر بصل. اخذ شلون تتوزع الاجهادات، قلنا اكو اجهادات محيطية واكو اجهادات طولية بالقوانين مالتنا هن قانونية، سيجما بي في الار على 2 تي وسيجما بي في الار على 4 تي. ربطها ايضا ويا موضوع دائرة مور، وهاي القوانين مالتنا النهائية وختم الموضوع وخلى المراجع هنا بالأخير. طبعا قلنا هاي ترتيب المراجع يكون بصورة منظمة 1 2 3 4 5، وقلنا المرجع تكتب اسمه والمؤلف مالته، يعني هسه هنا المفروض تكتب 1 ميكانيكا اوف ماتيريال، هذا الاسم المصدر هذا الباحث، ولازم هنا بعد سنة النشر مال هاي الطبعة ودار النشر او بلد النشر، هيك يكون الترتيب مالتها. ولذلك انا انطيت هاي الدرجة العالية لانه نوعا ما هو شمل على كل المطلوب من عنده، الموضوع من ضمن المواضيع المطلوبة. هسه اكو هواية طلاب كلش هواية كتبوا مواضيع رائعة جدا بس ما نريدها احنا. فانا يعني بالضبط مثل اللي يقول لك اريد برتقالة تجيب له تفاحة، هو التفاح ما بيجي استجايب له برتقالة، انا ما اريد. زين هذه المواضيع اللي انتو كتبتوها واللي اخذتوا عليها درجات قليلة، لا تتصور انه انت كاتبها مثلا مو زين، او ولا اكو هواية كلش هواية طلاب عبالهم يجيب الموضوع من الانترنت ويخليه مباشرة، وهذا هو هذا التقرير المطلوب. انا على مودكم طبعا اقول لكم هذا الشيء على مود ما تنصدم، لان هواية طلاب قل الدرجة مع السعي مالتهم بسبب هاي التفاصيل البسيطة. فما اريد بالفاينل هم تتكرر، لان درجته كلش عالية بالفاينل، قلت لكم 30% من درجة الامتحان النهائي. اوكي هسه نتعرض بعد لنقطة ثانية، هواية من الطلاب كاتب مواضيع بعد اعلى اعلى بهواية من المطلوب منه، الى درجة يعني تخليني متأكد 100% 1000%، لان انا اعرف هاي البحوث اصلا وقاريها، هي مو مالتك انت جايب البحث وخال اسمك بمكانه. شو تتصور يعني مثلا ما اعرف انا هذا الشيء لو شنو، بحيث اسال الطالب اقول له هذا شنو اللي بالبحث، وانا هيك اريدك تكتبه على مستوى من البساطه بحيث يكون على مستواك وعلى قدك، اذا ناقشتك بيه سالتك عليه تقول لي اي سهل، انا هنا 4 5 مصادر جبتهن طلعت معلومات منهن حسب المطلوب ورتبته وكتبته بالصوره والطريقه الملائمة اللي يعني انت ردتها من عندي، ما تعمقت بحيث هو احنا الموضوع نعطيكم اياه بثلاث اربع خمس ست قوانين بالكثير وعليه تطبيقات. فمن اشوف مثلا من اشوف اتذكر واحد من المواضيع مثلا، لا مو حسين، واحد من المواضيع كان جدا يعني اي هذا اعتقد زميلتكم كاتبته، او اذا تكتبه باللغة الانجليزية
وانت ما مرتبه، راح تخليني انه بالاكثر اتساءل وياك. انت لو تكتبه باللغه العربيه، اذا انا ما محددك باللغه على مود يكون اسهل بالنسبه لك، لو اذا انت يعجبك باللغه الانجليزيه اوكي ماكو مشكله، بس راح حاسبك على كثير من الامور، لان اي شيء انت تكتبه هو يكون تحت مسؤوليتك، تحت مسؤوليتك. شنو هاي الصور؟ غير الصورة واضحة تكون بالتقرير، غير التقرير يكون مرتب، مو الكتابة طابقة ويا الصور وما اعرف شنو. يعني اكو تنظيم، التقرير هو عبارة عن تنظيم للمحتوى وبنفس الوقت تنظيم للمادة العلمية، تنظيم للمادة العلمية. طيب انا هسه اخير شيء اريد اقول لكم على يعني الخطوات الصحيحة للبحث، خلينا نقول الخطوات الصحيحة للبحث وشون يتكون حتى يعني يكون واضح بالنسبة لكم. التقرير يكون كالآتي: أولا الصفحة الواجهة اللي قلنا هاي اتفقنا ايش راح يكون بيها، الشعارات مال الجامعة والكلية، والاسم من الوزارة نهاية بالقسم، اسم الموضوع واسم الطالب والطالب المشرف عليه، عفوا الأستاذ اللي مشرف على الطالب، يعني حسب المرحلة مالتك، لأن تعرفون هسه من الأول للرابع أنتوا راح تكون عندكم كثير مواد ومشرفين عليكم هواي أساتذة، والسنة الدراسية هاي انتهينا من عندها. الصفحة الثانية راح تكون صفحة المحتويات، من تكمل البحث مالتك راح تكون مش قد صفحات، 10 15 20 7 8 10. يفضل ان التقرير مالتك يكون لا يقل عن 8 صفحات ولا يتجاوز ال 15 صفحة، لان من تتوسع كلش الا اذا انت كنت متمسك بالموضوع مالتك وكاتبه وتحب اوكي ماكو مشكلة حتى لو يعبر هذا العدد بهواية، بس اذا قل عن 8 راح يكون قليل جدا وما يؤدي الغرض المطلوب من عنده، واذا زاد اكثر تصير التفاصيل بيه اكثر، يعني راح يكون اكثر من الغرض المطلوب من عنده. فافضل وانسب شيء هو ان يكون البحث عبارة عن او التقرير عبارة عن 10 صفحات. الصفحة الاولى تكون للواجهة، الصفحة الثانية تكون للمحتويات، و تكون لقائمة بالرسوم والجداول المستخدمة. يعني إذا كان عندك فد رسم أو فيجر أو جدول أو أي معلومة تكون مو مكتوبة هم تسوي بها جدول، مثلا إذا كان عندك بالبحث مالتك ورا ما تخلص هاي وترتبه تشوف تلقى بيه مثلا 7 فيجرات 7 أشكال، تجي جوا القائمة مال المحتويات تقول قائمة الأشكال أو الرسوم، وتخلي رقم 1 مثلا موجودة بصفحة رقم 3، فتقول 1 شكل رقم 1، تعطي الاسم مال الشكل مثلا رسم هو شكل بياني مخطط، وتعطي اسمه وتعطي رقم الصفحة مالته. رقم 2 تروح على الشكل رقم 2 وين موجود شو اسم الشكل، وهكذا تخلص من قائمة الأشكال والجداول. هو بالبحوث بصراحة الجداول تكون واحد لها قائمة واحد، والفقرات تكون لها واحد، والمختصرات تكون واحد. إذا كان عندك بالبحث مالتك مختصرات كثيرة تقدر تخلي لها صفحة واحدة، يعني خلينا نقول مثلا كثير من القوانين سيجما الإجهاد، سيجما تي ما أعرف شنو، سيجما كذا، بس على أغلب إحنا يعني الشيء راح تكتبوه نظريا وكمعادلات راح يكون قليل، فما يحتاج انت بالمتن مال البحث مالتك تنطي تعريف لهاي المحتويات. خلصت الصفحة الثانية اللي هي عبارة عن قلنا المحتويات او الفهرس، وفهرس للاشكال والجداول واي معلومات اضافية. تبدي بالمقدمة. المقدمة هي بصراحة اكو قبل المقدمة شيء اسمه الابستراكت او الخلاصة، يعني قد يكون نوعا ما صعب على طلاب المرحلة الاولى والثانية، بس الثالثة والرابعة يعرفوه
بالذات الرابعة لأن يكتبون بحث التخرج. الخلاصة إذا تريد تكتبها، أنا ما يعني وهو يفضل، الخلاصة هي من اسمها خلاصة الشغل اللي أنت اشتغلته، بس بما أنه هو تقرير يعني مو اللي أنت مسوي، فما أفضل تكتب خلاصة. تبدي بالمقدمة، والمقدمة هي عبارة عن السؤال اللي يخص المشكلة مالتك. أنت شنو الموضوع مالتك؟ لنفرض الموضوع مالتك، لنفرض طلاب المرحلة الأولى، أحد الطلاب مكلف بالكتابة حول موضوع الاحتكاك فرضا، فالموضوع عن الاحتكاك. الطالب فرضا ماخذ نوع من أنواع الاحتكاك على يعني خلينا نقول شيء بالواقع، مثلا خلينا نقول البريك. فأول شيء هو يكتب المقدمة، والمقدمة هي السؤال عن المشكلة هذه، فيكتب المقدمة حول هذا الموضوع، يكتب مقدمة حول هذا الموضوع. بعد المقدمة اكو شيء اسمه literature review او الدراسات السابقة، هم اذا تريد يعني شنو اللي كاتبين حول هذا الموضوع، تسويها باختصار، سويها باختصار. ايضا هذا فد شيء مو ضروري، ممكن نضيفه او ما نضيفه، بس خلينا نقول الشيء الاساسي هو المقدمة. بعد المقدمة تبدي بالشغل مالتك اللي هو يسموه الميثودولوجي او الطريقة اللي انت استخدمتها. انت بالنسبة لك مسوي تقرير، فش تريد؟ انت مختار الموضوع، طريقة الحل مال هذا الموضوع، طريقة الاختبار مال هذا الموضوع، التصميم، التعداد مالته، الامور، كل هاي الامور. انت المهم خلينا نقول شغل التقرير مالتك شنو، الوسط مالته، قول كملت، يعني تقول هيك الطريقة، هيك راح نسوي، هيك المشكلة الموجودة بالواقع، اكو كسر، اكو تفليش، اكو ما اعرف شنو، اكو ليك، اكو تسريب، يعني هاي شرحتها بالمقدمة هاي المشكلة. بعدين الحل مال المشكلة شلون سوي، ديزاين اضافي، اضافة، تصميم جديد، طرق اختبار، وراح تصير وياها ارقام وجداول واشكال وما اعرف شنو. خلص هذا خلينا نقول اخذ منك 3 4 صفحات 5 صفحات، المهم نوصل الجزئين النهائية اللي هي الكونكلوجن والريزلت. قبل الكونكلوجن الريزلت، النتائج اللي انت تحصلها بالنسبة لك تقدر تدمجها ويا الدراسة، او تقدر تخليها على صفحة، يعني تقول احنا النتائج اللي طلعت لنا 1 2 3 4 هيك على هذا الشيء اللي انت اختاريته. واخير شيء الكونكلوجن اللي هي الخلاصة، الكونكلوجن اللي هي الخلاصة، يعني قبل الخلاصة الريزلت اللي هي النتائج، وبعدها الكونكلوجن اللي هي الخلاصة. واخير شيء اذا اكو ريكومنديشن، يعني توصيات، انت مثلا تقول والله اني درست فلان شغله، اوصي انه يسوون فلان شغله، اني بالنسبه لي انصح ان تعوفون موضوع التوصيات، لان انت اذا تكتب تقرير ماذا تكتب؟ بحث. وبالنهايه تكتب المصادر مالتك، تكتب المصادر بالطريقه اللي اتفقنا عليها ترقيم. هذا يكون منظم وبخط واضح. عنوان الموضوع يكون مميز، مو بخط كبير يعني مميز، والقلنا البحث كله يكون بخط 14، بس بالواجهة انت بكيفك تقدر تكبر موضوع الاسم والعنوان والجامعة والكلية وما إلى ذلك. هاي طريقة كتابة التقرير اللي مطالب به. وأكد على شغلة بالنهاية، بنهاية الشرح لهذا الموضوع، أنه تكتب التقرير اللي مطالب به فقط، لا يطلب من عندك تفاح وتروح تكتب له برتقالة. رجاء لا تتصور مهما يكون الشيء اللي أنت كاتبه جيد، بس إذا كان ما مطلوب من عندك لا تكتبه وتتعب نفسك. تراسل ويا أستاذ المادة وتناقش وياه على الموضوع اللي اختار لك إياه، ولا تكتب وتبدي بالكتابة وتتعب إلا أنه أنت متأكد أن الأستاذ هو هذا الشيء اللي يريده من عندك، حتى ما تخسر جهد وتعب، وبالنهاية الأستاذ يقول مو هذا اللي أريده من عندك، ويعطيك تقييم قليل جدا على التقرير. هذا كل ما
هنالك، واللي اريد اوضحه حول موضوع التقارير، سواء بالنسبة للي كتبتوها، بالنسبة للي كتبتوها صار لكم في التجربة مهمة جدا، مو بس اخذتوا بي درجة حتى تلجي بالفاينل، وانت تعرف شو راح تكتب التقرير. ورجاء لا تكتب شيء انت ما تعرفه، ترى يعني حرجك خصم الحكي، حرجك مال تجيب لي بحث جاهز وبي 50 معادلة وانت ما تعرف اصلا هاي المعادلات شنو ولا من جاية، فانت راح تخلي نفسك بموقف لا تحسد عليه. ميل للبساطة وللأمور السطحية فقط، وللي انت ماخذها بدراستك حتى تكون بسيطة عليك، وهو الأستاذ اللي يشوفها بسيطة يناقشك فقط بالشغلات اللي انت جايبها، اللي هي الشغلات البسيطة وبنفس الوقت يعني بسيطة بمستوى اللي انت اخذته، يعني مو بسيطة بمستوى ما بها اي فائدة. اتمنى لكم التوفيق والسلامة، وان شاء الله سنة ناجحة علميا بالنسبة لكم. ان شاء الله بالمقطع الثاني راح اشرح لكم آلية الإجابة بالامتحانات الدراسية والمشاكل اللي مريت أنا بها وياكم، واللي أيضا سببت لكم مشاكل وقللت الدرجة مالتكم. أشوفكم على خير وسلامة وفي أمان الله.